اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة شحنة قمح على رصيف الميناء. نعمل الفحص ونعمل نطلع النتيجة، بعدين تأكيد الجودة هي اللي تحدد هل مخالف أو غير مخالف، لأن لكل منتج فيها حدود ميكروبيولوجية أو حدود فطرية. طبعا اللي فوق المسموح تم هم يتصرفوا، بعدين يبدأوا اللي هم نقول مخالفة ويبدأ الحظر ويبدأ إجراءاتهم بشكل عام. الكمية المتضررة هي فقط ما تم إتلافها من قبل الجهات المختصة، لكن الأمر لا ينحصر على شحنة القمح، فهناك الكثير من المنتجات الفاسدة التي يتم ضبطها وإتلافها حرصا على سلامة المواطنين. الطفش البحري طبعا لدينا في المواصفات المقاييس المواصفات القياسية بنود واضحة تحدد آلية وكيفية التعامل، يعني لم تكن الشحنة الأولى التي تفرزها الهيئة. تفعيل الدور الرقابي هو ما تحتاجه المنافذ البحرية والبرية لمكافحة الفساد بشتى أنواعه، لا سيما فيما يخص السلع من المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها السوق المحلي. هذه هي الكمية المتضررة التي تم إتلافها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس من شحنة القمح الواصلة من برنامج الغذاء العالمي كمعونة إنسانية للمناطق المحررة في اليمن. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.